المرموم وعلى الهواء بث مباشر عبر قناة دبي ريسنج ضمن فعاليات سباقي هذا الصباح الذي مخصص للثنايا لأبناء الغبايل. مسافتنا 8 كيلومتر، واليوم افتتاح مسافة 8 كيلومتر مع سن الثنايا. مباشرة نسير مع هذا الشوط وهو الشوط الثالث مخصص للثنايا الجعادين المحليات الأصايل. مسافتنا 8 كيلومتر، نسير الآن مع مقدمة هذا الشوط. أرى الآن اللي في المركز الأول، اللي في المركز الأول، أرى الآن اللي في المركز الأول البرج، البرج على مقدمة هذا الشوط للسيد ضحي بن مبارك بن ضحي الاجتبي، هو متصدر غايمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني ونشوف اللي في المركز الثاني. أرى اللي في المركز الثاني في هذه اللحظات حامي للسيد سعيد بن عبد الله بن محمد الرميثي، والركض حامي في هذا الموسم 2014-2015. ننتقل إلى المركز الثالث، المركز الثالث الحذاف للسيد حربي بن حمد بن هيان العامري. وفي المركز الرابع، المركز الرابع المغير، المغير للسيد حمد بن عبيد بالحلوس العامري. وفي المركز الخامس نشوف وناخذ اللي في المركز الخامس في هذه اللحظات. ترى اللي في المركز الخامس، نشوف اللي في المركز الخامس البرج للسيد ضحي بن مبارك بن ضحي الاجتبي. وفي المركز السات هداد، في المركز السات للسيد هزاع بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة. وفي المركز السابع، المركز السابع اللي في المركز السابع حشيم للسيد راشد بن حمد بن عبيد بن جرش الغفلي. وفي المركز الثامن، المركز الثامن نشوان للسيد محمد بن علي بن خلفان الشعبي. وفي المركز التاسع، المركز التاسع مياح للسيد محمد بن أحمد بن عبيدة السويدي. وفي المركز العاشر، المركز العاشر جياش للسيد راشد بن عامر بن دعفوس المنصوري. يلا يا بن دعفوس يا المنصوري، عندما يتقدم هناك جياش عندنا قصيدة حلوة دائما نغنيها مع هذا الاسم الفنان. نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى اللي في مقدمة هذا الشوط، منجم على المقدمة، منجم على مقدمة هذا الشوط للسيد علي بن راشد بن مبارك المنصوري، لا زال مسيطر على مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني حامي، حامي وهو حامي في المركز الثاني للسيد سعيد بن عبد الله بن محمد الرميثي اللي في المركز الثاني وعينه على منجم. المركز الثالث، المركز الثالث المغير في المركز الثالث للسيد حمد بن عبيد بن حلوس العامري. وفي المركز الرابع، المركز الرابع الحذاف للسيد حربي بن حمد بن نهيان العامري. وفي المركز الخامس هداد، هداد في المركز الخامس، وهذا يذكرني باسم صالة وجالة على أرضية ميدان الدولة وخارج ميدان الدولة. هداد اللي كان باسم هجن العاصفة اللي ضمره حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي صاحب البنادق صاحب الأشدة، هذا الاسم حافظ على هذا الاسم. يا هزاع يا بن عبد الهادي يا بن محمد يا بن مبارك يا بن نايفة يا الهاجري، اسم له وزنه وله ثقله في عالم السباقات. ننتقل إلى المركز، نشوف المركز الرابع، وفي المركز الرابع نشوان للسيد محمد بن علي بن خلفان الشعبي اللي في المركز الرابع. وفي المركز الخامس ناخذ اللي في المركز الخامس في هذه اللحظات، نشوف ونرى الآن اللي في المركز الخامس، هذا اللي في المركز الخامس نشوان للسيد محمد بن علي بن خلفان الشعبي اللي قلنا في المركز الخامس. وفي المركز السادس، المركز السادس نشوف اللي في المركز السادس الحذاف للسيد حربي بن حمد بن نهيان العامري. وفي المركز السابع اللي في المركز السابع البرج للسيد ضحي بن مبارك بن ضحي الاجتبي. وفي المركز الثامن،
المركز الثامن ناخذ بقية المراكز، واللي في المركز الثامن في هذه اللحظات حشيم للسيد راشد بن حمد بن عبيد بن جرش الغفلي، وفي المركز التاسع المركز التاسع يا سلام نشوف اللي في المركز التاسع، اللي في المركز التاسع في هذه اللحظات مياح للسيد محمد بن أحمد بن عبيد الاجتبي، وفي المركز العاشر المركز العاشر ناخذ اللي في المركز العاشر مكمل الندى الثاني في هذا الشوط، اللي في المركز العاشر المختبر للسيد راشد بن سالم بن سعيد بن حلوك الاجتبي. هذه النتيجة هذه النتيجة، ونرجع إلى منجم لا زال ينجم على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام على هذا الأداء المتميز منذ البداية وحتى هذه اللحظات، ومنجم على مقدمة هذا الشوط للسيد علي بن راشد بن مبارك المنصوري، لا زال مسيطر سيطرة كاملة سيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني حامي وحامي لا زال حامي عينه على منجم عينه على المركز الأول، حامي للسيد سعيد بن عبد الله بن محمد الرميذي، وفي المركز الثالث هداد غادم من دولة قطر من ميدان الشحانية للمشاركة هنا في هذا السباق التمهيدي على أرضية ميدان المرموم. يا سلام هداد للسيد هزاع بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة الهاجري في المركز الثالث، وفي المركز الرابع الحذاف في المركز الرابع للسيد حربي بن حمد بن نيان العامري، وفي المركز الخامس نشوان وصل في المركز الخامس للسيد محمد بن علي بن خلفان الشعبي، بدأ يغير وينتقل إلى المركز الرابع في هذه اللحظات. ننتقل إلى المركز السادس، وفي المركز السادس نشوف اللي في المركز السادس، أرى الآن المغير في المركز السادس للسيد حمد بن عبيد بن حلوس العامري، وفي المركز السابع نشوف اللي في المركز السابع، نشوف الهجوم مكثف على المراكز المتقدمة. يا سلام المختبر للسيد راشد بن سالم بن سعيد بن حلوكة الاجتبي، وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن حشيم للسيد راشد بن حمد بن عبيد بن جرش الغفلي، وفي المركز التاسع مياح للسيد محمد بن أحمد بن عبيد الاجتبي، وفي المركز العاشر من الجانب الثاني. يا سلام المركز العاشر سراب للسيد أحمد بن سعيد بن منانة الاجتبي، أول ندى سراب يصل ويخطف المركز العاشر. هذه النتيجة، ونرجع إلى منجم. يا سلام يا منجم على مقدمة هذا الشوط. يا سلام هذه استراحة المحارب على مقدمة هذا الشوط مع منجم للسيد علي بن راشد بن مبارك المنصوري، لازال مسيطر على مقدمة هذا الشوط. هداد في المركز الثاني للسيد هزاع بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة الهاجري، وفي المركز الثالث حامي في المركز الثالث للسيد سعيد بن عبد الله بن محمد الرميثي. يا سلام على هذا المنظر الجميل للغاية على مقدمة هذا الشوط، ما بين منجم ما بين هداد ما بين حامي، أيضا الجماعة غادمين وراء الآن الغدوم غوي على مقدمة هذا الشوط، والركض تلقائي حتى هذه اللحظات بدون أي أوامر تذكر من الأخوان الملاك والمضمرين. ما حد استخدم حتى هذه اللحظات طاقة قعوده أو يأمر عليه، أن المسافة 8 كيلومتر ونحن في افتتاحة مسافة 8 كيلومتر، وكل واحد يجرب ويقايس ويشوف طاقة مطيته وتحمله لمسافة 8 كيلومتر. تخلصنا من 6 كيلومتر، باقي 2 كيلومتر عن خط النهاية بقيادة منجم للسيد علي بن راشد بن مبارك المنصوري على مقدمة هذا الشوط. هداد شيء في رأسه يخفي شيء عنده أيضا عنده
بدر عنده احتمال على منافسة منجم على مقدمة هذا الشوط للسيد هزاع بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة الهاجري. يا سلام، وهد هداد، هد هداد على المقدمة، يا سلام، يهت الغاي بدون أي أوامر، يتلفت، شوفوا يطالع يسار يطالع يمين، يبون بس يبى صوت، يبى صوت ولا إشارة من مالكه ومضمره، وبيتحرك، عنده عرض للجماهير ومحبين هذا الشعار ومحبين هذا القعود، وهو الهداد على مقدمة هذا الشوط للسيد هزاع بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة الهاجري. يا سلام، يا سلام على هذا الأداء المتميز. المركز الثاني منجم، منجم في المركز الثاني للسيد علي بن راشد بن مبارك المنصوري، ووصل، وصل المغير، المغير بدأ يشيل غارته على المركز الثالث إلى المركز الثاني في هذه اللحظات للسيد حمد بن عبيد بالحلوس العامري. يا سلام، يا سلام، يتسلل، يتسلل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثالث الطائر ولا يبنى له طاري أبدا، وصل وانتقل إلى المركز الثالث سيد سالم بن عنزان بن خاتم بن عنزان النعيمي. وفي المركز الرابع المختبر للسيد راشد بن سالم بن سعيد بن حلوكة يا سلام، المختبر للسيد راشد بن سالم بن سعيد بن حلوكة. وفي المركز الخامس منجم للسيد علي بن راشد بن مبارك المنصوري. يا سلام، مصورنا ومخرجنا ياخذ لنا لقطة على الكادر الفوقي مع هداد، هذه لقطة كاملة، لقطة كاملة، تمتعوا وشوفوا الأداء المتميز. هذا هو الهداد، هذا الاسم الذي عودنا دائما على هذا المكان، على هذا المكان الصحيح، المكان الطبيعي. يا سلام، يا سلام يا هداد، يا سلام يا هداد، يغترب من المنصة الرئيسية، يغترب من خط النهاية، ونقول سلام، سلام عليكم يا أهل الدوحة، واسعد الله صباحكم يا أهل الشحانية، ولا وين ما يسكن هزاع بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة الهاجري. يا سلام، يا سلام يا بن نايفة على هذا الأداء المتميز، على الصوت بس، ركت الغاي بس كلموه شوية وقدم عروض جميلة، جميلة للغاية للمشاهدين والمتابعين عبر قناة دبي ريسنج. ها هو الهداد يغترب من خط النهاية، وخط النهاية يترخص حبا وشوقا لاحتضان الهداد على هذا الأداء المتميز في هذا الشوط، شوط الثنايا الجعادين المحليات الأصايل. تهانينا، تهانينا للسيد هزاع بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة الهاجري على فوز هداد بالمركز الأول. المركز الثاني نشوف اللي في المركز الثاني، ها هو المغير للسيد حمد بن عبيد بالحلوس العامري اللي في المركز الثاني. وفي المركز الثالث، المركز الثالث حشيم اللي في المركز الثالث السيد راشد بن حمد بن عبيد بن جرش الغفلي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع للسيد راشد بن سالم بن سعيد بن حلوكة. وفي المركز الخامس نترك الأعضاء خط النهاية، ها هو التوقيت، ساعة وصول الهداد إلى خط النهاية بعدما تجاوز لوحة 8 كيلومتر في زمن وغدر 13 دقيقة 24 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهاني للسيد هزاع بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة الهاجري، والذي وصل في المركز الثاني المغير، وصل في المركز الثاني. نشوف، بناخذ المغير، شوف المسافة ما بينه وما بين المركز الأول، ها هو المغير يقترب من خط النهاية بتوقيت زمني. نشوف، ها هو المغير، تشاهدونه على الشاشة يقترب من خط النهاية، ها هو المغير 13 دقيقة 38 8 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد حمد بن عبيد بالحلوس العامري، والذي وصل في المركز الثالث حشيم 13 دقيقة 39 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا للسيد راشد بن حمد بن عبيد بن جرش الغفلي. وفي المركز الرابع، المركز